انه في عرض ازياء هذا اللي حكينا عنه، وبشكر كل الاخوات الجزائريات اللي بيشاركونا اللي هم بيشتغلوا في الايد. يعني الطبعه الاولى هم من اتصلوا قالوا لنا يعني هل يوجد من طبعه اخرى. يعني دائما هي سباقه لفعل الخير، هي سباقه لتواجدها مسانده المراه الفلسطينيه. وهذا اللي بيسعدني، وانا دائما بقول لي الحظ اني موجوده على الجزائر عشان اعبر واعيش لقضية الفلسطينية وأنشرها بين الناس. أكيد أنه الجزائر بلدك ليحتضن كل الفلسطينيين وتحتضن القضية الفلسطينية أينما وجد. صح. الفلسطيني الجزائر تمد له دائما أواصر المحبة والأخوة. صحيح. أينما كان أكيد أنه راح يكون في حضور قوي يوم السبت. صح؟ صحيح طبعا. وجهتوا دعوات لأشخاص معينين؟ هي دعوة عامة، وجهنا دعوات اللي يعني خاصة للسلك الدبلوماسي وسيدات المجتمع الجزائري. وأنا من الشروق بقول لكل الجزائر أهلا وسهلا في بيتكم الثاني اللي هي سفارة فلسطين. إذا الحدث راح يكون بمقر سفارة فلسطين. والحدث حيبدأ يوم الساعة 11 صباحا، وفي برنامج في بازار منتجات فلسطينية جزائرية، وفي هذا الحدث اللي هو عرض أزياء فلسطيني جزائري. كونك سيدة نسرين مقداد رئيس اتحاد عام للمرأة الفلسطينية الجزائر. نعم. وش أبرز المناطق الجزائرية اللي زرتيها والولايات اللي زرتيها؟ زرت وهران، مغنية بأساس أختي ساكنة في مغنية، وتلمسان. وين كمان؟ البليدة كمان. يعني الجنوب ما رحتيش الجنوب الجزائري؟ لا، نفسي اروح. الجنوب يحبوا كثير ايضا الشعب نفسي الفلسطيني. اروح حاليا في دعوه بس بفكر اني اروح. اي ولايه سمعتي عليها كثير وكي حابه تزوريها؟ شو وقوف تميمون.